أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة الحوارات التي نخصصها لحصيلة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك للفترة 2012-2016. حلقة اليوم سوف تكون حول قطاع له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع الموانئ والنقل البحري. وللحديث عن هذا القطاع المهم، يسعدنا أن نستضيف من جديد السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. أهلا بك سيد عزيز الرباح. أهلا وسهلا. مرحبا بك من جديد. إذن سيد عزيز الرباح، يعتبر قطاع الموانئ والنقل البحري من أهم القطاعات الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني، نظرا لدوره في التبادل التجاري وفي نقل المسافرين إلى غيره. تحدثوا لنا أو أعطونا نبذة مختصرة عن هذا القطاع الهام. لا، أنا أعطي بعض الأرقام لكي تبين أهمية هذا القطاع. كنت حتى اليوم على 38 ميناء. نعم. اللي يمكن نقول بأنها فيها 13 ميناء اللي عندها طابع تجاري، 19 الميناء اللي عندها طابع الصيد البحري، وستة الموانئ لموانئ ديال الترفيه. ترفيه. إذن 38 ميناء في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، كيبين الأهم ديال هذه الأبواب البحرية للبلاد ديالنا. ثم عندما نتحدث عن التجارة، فالتجارة الخارجية لبلادنا سواء في محيط التصدير أو الاستيراد، يعني 95% من المبادلات تمر عبر البحر، عبر هذه الموانئ. وصلنا الآن إلى كنا نتحدث على 100 مليون ديال الطن، يعني اللي الان يعني حجم المبادلات يعني الدوليه يعني في هذا المجال. فاذا هذا كيبين الاهميه ديال الموانئ، واللي خلانا الحمد لله نظرا للاستراتيجيه والعمل اللي قامت به الدوله واللي قامت به بلادنا واللي قامت به ايضا الان الحكومه، اللي كيخلينا على مستوى اللوجيستيك البحري كنحتلوا الان رتبه 16 عالميا. كنبغي ناكد الراي العام حتى نحتلوا رتبه 16 عالميا، وممكن الى استمرنا في هذا المنحى التنافسي يمكننا نقولوا غادي نوصلوا نكونوا من العشرة الأوائل من الدول اللي مرتبطة بالعالم فيما يتعلق باللوجستيك البحري. الميناء ديال طنجة المتوسط لعب واحد الدور كبير جدا في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق ما يسمى باللغة الفرنسية ترانسبور دومو، يعني المسافنة، حيث أنه يعتبر أنه كقطب اللي كتجمع فيه البضائع والحاوية بالخصوص بعد ذلك توزع على العالم. يعني ثم الميناء ديال الدار البيضاء الذي يعتبر الميناء رقم واحد فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، وهذا اذا ضفنا اليه الموانئ الاخرى، خاصه الميناء ديال اكادير والميناء ديال الناظور، فيمكننا نقولوا والموانئ الاخرى، الموانئ ديال الجنوب، العيون الداخله وغيرها من الموانئ، فيمكن نقولوا بانه فعلا البلاد ديالنا الان بدات تسترد مكانتها البحريه والمينائيه بالخصوص، ويمكن ان شاء الله نتحدثوا على الانشطه البحريه طلب الامر. اكيد ان يعني هذه النتائج هي حصيله ليعني مجموعه من الانجازات واستراتيجيات التي قمتم بتنزيلها. تحدثوا لنا عن حصيله هذا القطاع خلال الخمس سنوات الاخيره، يعني 2012-2016. اهم شيء وهو انه تم عرض ما نريد ان نحققه في افق 2030. يعني في مثل هذه القطاعات، خاصه القطاعات الحيويه، القطاع ديال النقل والتجهيز واللوجيستيك، ممكن نتكلم على قطاعات اخرى. لا يمكن ان تكون البرامج لسنوات قليله ولا لخمس سنوات، لابد ان تكون الامد البعيد، وخاصه انها استثمارات كبيره وانها ايضا تحتاج الى وقت طويل لانجازها. اذا المخطط المينائي ديال 2030 تحدث على السد ديال الاقطاب، الشرق، الشمال، الدار البيضاء، القنيطره، يعني الجرف الصفر الاسفي، ثم القطب ديال سوس تنسيف، ثم القطب ديال الجنوب، واللي فيها ثلاثه ديال المحاور الاساسيه. اولا موانئ جديده كبيره جدا، يعني ممكن نشير لها فيما بعد، ثم تاهيل الموانئ الحاليه والتوسيع ديالها، ثم ايضا الموانئ ديال الترفيه، دون ان ننسى الموانئ ديال الصيد البحري. طبعا هذا بتنسيق مع الاخوان، يعني الوزاره المشرفه على الصيد البحري. فيما يتعلق بالموانئ الجديده، كاين الميناء ديال الاسفي اللي غننتهي به في نهايه 2017 ويكون جاهز في 2018 ان شاء الله. كاين ميناء الناظور اللي اعلنت الصفقه ديالو، الناظور المتوسط اللي هو ميناء مهم جدا، سيكون مكمل لميناء طنجه. يعني ثم كاين الموانئ الاخرى، ميناء القنيطره، الميناء ديال الداخله، ثم ايضا الميناء ديال الجرف الاصفر، وكل ميناء له تخصص معين باش يواكب الاقتصاد الوطني والحاجات ديال الاقتصاد الوطني، ثم الخصوصيات ديال الجهات ديال المناطق. ثم ايضا تم توسيع طنجه المتوسط، الان طنجه المتوسط الثاني اللي غينتقلوا من 3 مليون ديال الحاويات الى ديال لي كونتينر الى 8 مليون. فاذا هذا شيء مهم، يعني اكثر من ضعف. والميناء ديال الدار البيضاء اللي الان حجم الاستثمارات فيه تصل الى 4 مليار من حيث البنيه التحتيه، الى زدنا الخدمات يمكن نتكلموا على 5 ديال المليار ديال الدرهم، 500 ديال سنتيم. ثم الميناء ديال اكادير اللي كيعرف واحد النوع من التوسعه كبيره جدا. هذا وحنا ماشيين الميناء ديال
افني سيدي افني الميناء ديال طنطال، ميناء ديال بورزور انتهينا منه، ميناء الطرفايه قريبا سنتهي منه 500 مليون ديال الدرهم، ميناء ديال الدخله، واللائحه طويله. فاذا كل موانئ تعرف نوع من التوسعه، ثم ايضا تاهيل موانئ باش تولي موانئ ديال الترفيه. طنجه المدينه انتم تلاحظون التطور اللي كيعرفوا الميناء ديال طنجه المدينه، ديال الحسيمه الميناء ديال الترفيه الذي انتهينا منه. هناك برامج مستقبليه لا بالنسبه للقنيطره ولا بالنسبه للاسيا ولا بالنسبه للدخله، بمعنى عندما سينجز الموانئ الكبيره، الموانئ الحاليه ستتحول الى موانئ اللي غتعطي قيمه مضافه للمدن ديالنا. وهل حرصتم في هذا يعني اللي مواكبه يعني الجهويه المتقدمه التي يسير فيها المغرب؟ يعني هاد الموانئ، يعني كل جهه عندها تخصص، طيب عندها موانئ ترفيه عندها، واش هذا عنده واحد البعد يعني في الجهويه؟ اولا يعني ليس خاصه هذا المجال ديال النقل واللوجيستيك والتجهيز، يعني هو مرتبط بحاجيات الاقتصاد الوطني. اذا ماشي معزول على حاجيات الاقتصاد الوطني، ولكن ايضا مرتبط بخصوصيه الجهات والمناطق. فناخذ بعين الاعتبار هذ الاثنين، يعني الاقتصاد الوطني ككل، ثم الخصوصيه ديال الجهات. خصوصيه ديال الجهات تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي موكب جهات الجهات. وانا استبق يعني الحديث مستقبلا عن اللوجيستيك، الجهات التي ليست لها بحر ستكون لها ما يسمى الموانئ الجافه او المناطق اللوجستيكيه. نعم. واللي غتكون مرتبطه ايضا بهذه الموانئ. نعم. اللي هي المطله على الموانئ البحريه. نعم. فاذا هذا في الجانب البنيه التحتيه. لكن السياسه ديال الوزاره وديال الحكومه لم تقتصر على ذلك، مشينا في تحسين الخدمات. وايضا اريد ان اقول للراي العام، وجدنا اشكال ما يسمى بالسيرستاري، المتاخرات ديال الحاويات وديال البواخر اللي كتكلف بلاد ديالنا مئات الملايين ديال الدراهم، ووضعنا لها خطه طريق واضحه لمعالجتها وللتقليل منها. يعني الحمد لله هي بصدد انجازها، وهذا كان واحد الملف اللي هو عويص جدا، وبشراكه مع جميع المتدخلين استطعنا نديروا خطه ديال الطريق. ثم ايضا استطعنا اننا نطوروا يعني واحد المشروع مهم ما سميناه بالشباك الالكتروني. نعم. الذي يوحد كافه المتدخلين ويجعل جميع الوثائق الالكترونيه. نعم. ويسهل العمليه ديال السير وتسجيل الشباك الوحيد اللي هو بورتنيت. وبالمناسبه ان شاء الله يعني ما بين يعني بدايه شهر شتنبير المؤتمر الدولي حول الشبابيك الوحيده للتجاره الخارجيه. نعم. اللي غادي يكون بتنسيق مع وزاره التجاره الخارجيه. نعم. ثم مشينا في معالجه موضوع ديال البيئه، موضوع ديال الامن ديال السلامه. نعم. بقي اخر ملف الذي اعتبره انا من الملفات المهمة المرتبطة بهذا المجال، وهو يعني فيما يتعلق بالنقل البحري. نعم. ما يكفيش تكون عندك موانئ. نعم اكيد، يعني هذا ضروري واساسي. ضروري. وهذا اللي جعل البلاد ديالنا الحمد لله كتحت المراتب الاولى فيما يتعلق باللوجستيكيه البحريه. ما يكفيش ايضا تحسن الخدمات على مستوى الموانئ، وهذا شيء مهم باش نرفعوا من تنافسيه يعني الموانئ الوطنيه. وبالمناسبه كنبغي نخبر الراي العام بانه بدا الاصلاح المينائي في 2006 وانتهى في 2015، والتقييم ديال هذا الاصلاح هو قائم باش ندوزوا الى مرحله ثانيه من الاصلاح المينائي، واللي غادي يكون اكثر تقدما واكثر يعني يعني عمقا. يعني الاصلاح الاول كان مهم، والاصلاح الثاني ان شاء الله غادي يكون ايضا مهم واكثر اهميه. ثم ايضا قمنا بعمليه ديال معرفه التنافسيه ديال الموانئ الوطنيه. نعم. كليا ناكد بانه ما بين 2012 و2016 استطعنا نكسبوا نقاط محترمه في تنافسيه الموانئ. نعم. الوطنيه. نعم. يعني فيما يتعلق بالتوقيت ديال الانتظار ديال السفن، تفريغ. نعم. ديال السفن، يعني واحد الخدمات التي تقدم الى السفن، واحد العدد ديال الخدمات يمكن نقولوا بان تطورت بشكل كبير جدا. نعم. اخر مجال اللي اعتقد انكم مهتمين به. نعم. وهو النقل البحري. يعني أكيد أن هذا الموضوع يعني يؤرق المغاربة، الخاص بالنقل البحري نظرا لشبه غياب يعني الأسطول الوطني. ما هي الإجراءات التي قمتم بها في هذا الإطار؟ يمكن أن أقول المغرب كان له أسطول يعني بحري محترم، سواء في نقل المسافرين أو نقل البضائع، كان عمومي ثم أصبح خاص. يعني كنا كنتكلموا على كذا 40 80 سفينه، الثمانينات التسعينات حتى ال 2000 بدايه ديال 2000. نعم. لكن وقع واحد المنحى تراجعي خطير جدا، الى انه لم يعد لنا يعني اسطول وطني عمومي. نعم. يعني تم بيع شركه كوماناف لشركه فرنسيه. نعم. ثم بعد ذلك يعني ولا القطاع الخاص هو اللي مكلف بنقل المسافرين، جوج ديال الشركات. نعم. اللي هما عرفات واحد جوج ديال الشركات اللي عرفوا واحد الاشكالات كبيره جدا. نعم. واللي خلاهم انهم وصلوا الى الانهيار مع الاسف الشديد. نعم. ولم ينفع معهم كل محاولات ديال الانقاذ. اليوم. نعم. اقول للراي العام الحمد لله بدأنا في خط تصاعدي. نعم. خط تصاعدي
مع جوج ديال الشركات الوطنيه لنقل ديال المسافرين، انترشيبين اللي عندها ديال ثلاثه ديال الخطوط اللي فيها مستثمرين خاص بعد طلبات العروض. نعم. ثم الشركه الثانيه اللي هي يعني البنك المغربي للتجاره الخارجيه مساهم فيها مع شركه يونانيه، واللي غادي ياخذ الخطوط الاخرى باش نعاود نستردوا الاسطول الوطني. نعم. بطبيعه الحال بمنطق القطاع الخاص ولكن بشراكه مع الدوله. نحن في خط تصاعدي والان ننتقل الى نقل البضائع. نعم. واحد العدد ديال الاستثمارات الان فيما يتعلق قبل ان ننتقل لنقل البضائع، بالنسبه لنقل المسافرين هل لمستم يعني نتائج ايجابيه بدخول هذين يعني المستثمرين؟ طبعا لانه احنا كنتكلموا على اكثر من 3 ديال المليار ديال الدرهم حجم هذا السوق. نعم. لا يمكن ان يذهب لغير شركات مغربيه. نعم. يعني ذو ذروه يعني ماروكان. هناك نتائج ايجابيه ثم ايضا نتحدث على مئات ديال العمال اللي كانوا كيشتغلوا في هذا القطاع. نعم. ثم ايضا نحتاج الى وجود العلم الوطني، ولذلك. نعم. يمكن ان اقول مع وجود هذه الشركتين في هذه البدايه بدات تتبان الحمد لله الملامح ديال. نعم. هذا الصعود، اتمنى نستمروا، ولا سيما ان هناك تنافسيه كبيره جدا، ولا سيما ان هناك قد تكون هناك رغبات خفيه. نعم. لعدم تطوير هذا القطاع. فاذا نحن مطمئنون على هذا المسار. في كلمه يعني مختصره بالنسبه لنقل البضائع، يعني شرف وقت البرنامج على النهايه. طبعا جميع الموانئ المغربيه مرتبطه بالموانئ العالميه في اتجاه امريكا، اسيا، في اتجاه الدول العربيه، في اتجاه اوروبا، ولكن بالدرجة أيضا باتجاه إفريقيا، ولكن واللي كتساهم فيها شركات دولية، وعندنا بعض البواخر. نعم. يعني في نقل المحروقات ونقل ديال البضائع. اليوم أوجدنا مخطط سميناه مخطط إقلاع للأسطول المغربي، وهذا. نعم. المخطط اللي كيتحدث على ما هي الإصلاحات التشريعية، ما هي الشراكة اللي غنقوموا بها، ما هو الدعم اللي غادي نقدموه، وأيضا تشجيع على القطاع الخاص. يمكن نقول بأنه الحمد لله البوادر ديال استرجاع قوة البحرية المغربية. نعم. بدأت الحمد لله، وأعتقد أن النتائج المقبلة ستكون أكثر يعني ستفاجئنا إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شكرا سيد عز الرباح على كل هذه التوضيحات وكل هذه الأجوبة، شكرا لك. شكرا على واجبك. التوفيق إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم، وأدعوكم لمتابعة الحلقة المقبلة حول قطاع آخر من القطاعات التابعة للوزارة. إلى اللقاء.